إلى عاصمتنا الاقتصادية، حيث أدى وزير الداخلية والمركزية ونظيره الإسباني مساء أمس زيارة لمقر الشرطة المشتركة الموريتانية الإسبانية المتخصصة في مكافحة الهجرة السرية. كما أدى الوفد زيارة لسفينة ريو تاخو التابعة للحرس المدني الإسباني، والتي تقوم بدور محوري في مجال الرقابة البحرية ومكافحة الهجرة السرية. استهل وزير الداخلية واللامركزية السيد أحمد دول عبد الله رفقة نظيره الإسباني السيد فرناندو جراند مالاسكا زيارة العمل لمدينة واديبو بمقر الفرقة المشتركة بين الشرطة الموريتانية والإسبانية في مجال مكافحة الهجرة السرية، حيث تجول داخل أقسامها المختلفة. هنا استمع الوفد الوزاري رفقة والي داخلة نواديب السيد محمد والأحمد سالم والمحمد رارة والسلطات الإدارية والأمنية في الولاية لعرض منفصل تناول سياقات إنشاء هذه الفرقة التي تعود بداياتها إلى نوفمبر 2008. وبين العرض المقدم الدور الذي لعبته الفرقة المختلطة في مجال محاربة ظاهرة الهجرة غير النظامية عبر محور واديبو، فضلا عن النتائج المتحصلة عليها من حيث إحباط العديد من العمليات وضبط الكثير من الشبكات الناشطة في مجال الهجرة، بل وتقديم أصحابها للعدالة. مجهود عمل ثنائي مشترك مكن من التصدي لهذه الظاهرة، حيث أصبحت بلادنا مثالا يعتدى به في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. وفي توسعة ميناء واديب المستقل، حيث ترسو باخرة ريو باخو التابعة للحرس المدني الإسباني، والسوق الوفد الوزاري من طرف رئيس سلطة منطقة واديب الحرة السيد محمد ولداف. وتجول الوفد الوزاري داخل أجنحة هذه السفينة، حيث قدمت له شروح عن الدور الذي تسهم به في مجال الرقابة ومكافحة الهجرة غير النظامية. كما تقوم هذه السفينة التي تأتي شهريا لمدينة واديبو بتزويد الفرق المكلفة بالرقابة بالوسائل والمعدات اللازمة. وتدخل زيارة وزير الداخلية الإسباني لبلادنا في إطار العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين، خاصة في مجال الهجرة السرية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.